بالعودة لطائرات البي 52 ودخولها إلى الشرق الأوسط، مجلة بوليتيكو الأمريكية جاءت بالذكر أيضا عن طريق المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية عن أن العراق سيتعرض وقد يتعرض إلى هجوم تحديدا على إقليم كردستان، أي في إشارة لإكمال للعملية العسكرية التي بدأتها إيران على الأطراف المعارضة لها الموجودة في إقليم كردستان، بحجة أن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات، تؤجج من التظاهرات، يا عراقيون عليكم فعل شيء تجاه هذه الأطراف وإلا سنقوم بنزع السلاح من هذه الأطراف. هل تعتقد قد نكون أمام سيناريو ثابت أمامنا الآن مع استمرار التظاهرات؟ سنرى عملية عسكرية على إقليم كردستان تحديدا على الأطراف المعارضة لها في إقليم كردستان، هل تعتقد هذا الأمر هو أكثر الأمور الواردة كردة فعل إيرانية على ما يجري في الداخل؟ That is a serious risk. تلك مخاطرة حقيقية يجب أن يتم التفكير فيها. داخل إيران هناك الكثير من عدم الاستقرار والتأجج، والذي قد لا يبدو أنه سينتهي في وقت قريب. في مثل هذا السياق يجب أن نكترث أو نفكر بكيف أن الحكومة الإيرانية وأجهزة الأمن لها يمكن أن تجد طرقا لتغريب هذه القضايا، لإخراجها من الساحة الإيرانية. التجمع حول العلم الإيراني ومحاولة جذب الانتباه بعيدا عن القضايا الداخلية المحلية لإيران، والتي هي بشكل أساس سبب هذه الاضطرابات وعدم الاستقرار وهذه المظاهرات. الحكومة الإيرانية قد تريد وقد تحاول أن تركز على الفاعلين في المنطقة في الإقليم وكذلك مناصريها في الإقليم ومناصريها في العالم، الذين حاولوا ولفترة طويلة تركز على مناهضيها وعدويها في المنطقة وفي العالم، والذين تقول أنهم حاولوا زعزعة الاستقرار في إيران. فلذلك إيران قد تحاول تكثيف عملياتها العسكرية ضد بعض الفصائل في شمال العراق. هذه مخاطرة حقيقية جدا، وكذلك التوتر بين إيران وأذربيجان يجب مراقبته عن كثب أيضا خلال هذه الفترات الحساسة جداً.